فرنسا وألمانيا تعتزمان إصدار قوانين لترشيد استهلاك الطاقة. يعني نحن بنعرف أنه هلأ بفصل الصيف بزيد رندا الطلب على الطاقة، وأيضا قادمون نحن على فصل شتاء، يعني يعتبر من هلأ بلشت التوقعات رح يكون قارس جدا. وطبعا مع تفاقمت الموضوع والأزمة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فرنسا طبعا هلأ أعلنت وزيرة الطاقة أنياس باني أنه طلبت من المواطنين بإغلاق أبواب المتاجر المكيفة، لأنه ترك الأبواب مفتوحة بتسبب باستهلاك طاقة بشكل أكثر. وأيضا الإعلانات المضيئة على الشوارع طبعا رح يحاولوا أنه يطفوها لخفض استهلاك الطاقة. نحن بنعرف أيضا رندا أنه فرنسا وضعت خطة بتخفيف استهلاك بلادها للطاقة بنسبة 40% بحلول عام 2050، وهي بس بتستهلك حوالي 17% من الغاز الروسي مقارنة بجيرانه الأوروبية. يعني باعتمد بشكل كتير كبير يعني بالنسبة للدول الأوروبية على الغاز الروسي وعلى مشتقات الطاقة، ولكن هذه الخطوات التي تقوم بها الدول الأوروبية الآن وذلك للتصدي للنقص الذي قد تواجهه من هذه الإمدادات الروسية في الفترة المقبلة، وتحديدا مثل ما ذكرت علا سواء في فصل الصيف أو حتى يعني تكون الاحتياجات أكبر وتزيد أكثر خلال الأيام أو الأشهر المقبلة تحديدا في فصل الشتاء، يعني وربما هذا التجديد الذي نشهده الآن من قبل الدول الأوروبية سوف يكون هناك عليه غرامات هلا. طبعا 750 يورو يعني كثير مبلغ، يعني مش بالهين يعني حيكون على المواطنين.